السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله في صحة وخير يا رب. صار لي زمان سحب عليكم على فورتنايت، والله حقكم علي، بس مثل ما تعرفوا شايفين ما في شي جديد او عم نحاول نطور محتوى ما عم يطلع معي، فبدي منكم افكاركم واقتراحاتكم الرهيبة حتى نعمل عنها فيديوهات ان شاء الله، وهيك مش تكون افكار يعني جدا جبارة، نعمل عنها فيديوهات وننزلها على القناة، وان شاء الله راح اكتب اسمائكم بالفيديوهات من هذا الفيديو من اقتراحاتكم، فيا ريت لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، وخلينا ندخل في صلب الموضوع. حلقة اليوم هذا الفيديو من البث المباشر امبارح يلي صار على الفيسبوك، يلي ما حضروا بامكانه يروح يحضره كامل مدة تقريبا 4 ساعات، رابط صفحة تحت بصندوق الوصف. في هذا الفيديو كان اول مباراة اللي بعد غياب طويل على فورتنايت، ومن الليفلي واضح انه كم ما صلي يعني صلي زمان ما عم بلعب ولا عمل ولا اي اشي، ملتهي بالمزرعة وارك سيرفايفر، فكان اول مباراة لي وصار معي شي سيء في نهاية المباراة كالعادة، فياريت تعطونا رايكم في اللي صار في النهاية، بصير معكم انتو كمان هيك شي مثل هيك اللي صار معي انا؟ والله العظيم يعني ظلمونا، كنا فايزين بس المهم حرام عليكم النهاية، بس المهم كنا فايزين والله، بس يعني جونا اثنين مجانين ما بعرف شلون يفكروا. المهم على كل حال مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، ونسيت انهولكم على شيء جدا مهم حابب اقولكم عليه، هذا الفيديو مسحوب من البث المباشر. طبعا ليش عم تسألوني ليش ما في فيس كام مثل فيق الفيديوهات؟ لسبب واحد، هو لانه هذا الفيديو مسحوب من البث المباشر، او لما يكون عم بعمل بث مباشر فبعمل عليه تسجيل، فلذلك بيكون ما في كاميرا، فبطلان الكاميرا بتكون موجودة بالبث المباشر، فاذا تحب تشوف الفيديو مع الفيس كام كامل فاهلا وسهلا فيك على فيسبوك. وطبعا هاي الفيديوهات اللي انا بعملها على البث على الفيسبوك ممكن بس تعمل لي لايك، وبعد ما اخلص بس انا بالليل ممكن ثاني يوم الصبح انت بتيجي بتشوف البث كامل وتشوف اللحظات الجميله اللي انت تعجبك وتبروك تتفرج عليها. هاي حبيت اقولكم عليها، هاي الموضوع جدا مهم، لان تقريبا ان شاء الله راح نوصل للالف، ضل بدنا 100 شخص ونوصل للالف متابع على الفيسبوك وناخذ اول توثيق منهم. فالمهم اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله بنشوفكم على الفيسبوك، وما تنسون اهم شيء تجي تعملون هنيك لايك، والله يعني همتكم يعني ان شاء الله بدنا نصير على طول نسوي بسوس هنيك، وتشاركونا طبعا تعليقاتكم وافكاركم وارائكم وكل شيء. ومشاهده ممتعه لنهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جي جي الكلب طلع بس وراي وراح نقلع، قتلت اثنين لك طلع لعندي لفور قد يمكن لحظة عندكم والله والله قبو لحقت اثنيناتهم والله بخا فوق انا فوق انا فوق لفوق تعال تعال نطلع في واحد تاني ها اطلع اطلع روح على دول جماعة الطيارة امشي مو هينين قدامنا لازم يكون واحد في حدا من قبيلة تعال تعال هون واحد ورانا موت وينه اه شفته تحت تحت اه في ناس هذا واحد وينه؟ هذا يم القل انا دمجته 20 روح روح دمجته 20 روح 24 بعد واحد مين يضربك كان يقتلني لا ابيض ابيض يا اخي هذا يدمج فيه يا صاحبي وات شكلك لا راكت لانشر في حدا ثاني هجم تعال تعال فيون هذا الميدك تعال خذه 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 تعال تعال انزل انزل
البوتات امورهم ايزي. يا اهرب 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 على الزون. عن ابو هالبوتات هلا بكم. يا مشيت انا انتهيت. روب روب حاول تهرب الى ان ابل البوتات. اكرية والله اكرية. وين انا ليش عبش؟ والله ما اشوف وزن من نيجي. عماد اكل هوا اسمه البوتات. تعال تعال في قاضي في الحيط العمة. لا بالقرش يا الله ما عندي. لعن ابو حظك يا القرش. الله وقتك انا فاضي لك. بس تعال تعال يا ابني تعال يا ابني. اي طلقة توي. لا تروح علي طلق شوت جان. طلق صوت انت. السولت ما ظل عندي غير 200. في واحد ورانا. ابيض 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 دمشته. اثنين اثنين ترى. ايي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 ي
مين عشان بس... دمي دول؟ قتلته للأول؟ أنا حمار ما عندي أنا حمار وغبي الحمد لله رب العالمين الاثنين حمار وغبي باركي لي يما قتلته وغبي والله قتلناه يا ساتر يا يا اخي حولك واحد بينات ما حول واو والله أنا اللي حولت تعال تعال نطلع التلة تعال نطلع لهي التلة يلا really انت هذا انا ناكد بانسر مستخدمه وروح عندي الشجم انا استخدم بانسر طول بالك لو لسه في معنى مجال جبته 100 روح نبوش وين بلك الناس دو اتلاك قدام الصير انت ايش كان حطينا لانش باد يا زلمة لما انت 45 في اثنين هنا مو واحد حاول تطلع حاول تطلع 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 بين ما اجل عندك واحد منهم واحد نوك الثاني نزل تحت ها واحد نزل جوا ايه ده ابيض لحس خالص قتلته وين؟ اه جا واحد اجا واحد What a noob on install. خلاص موت ياكل. انت شريكو. تعال. وينك؟ تعال هين تعال. زيل تحت. سيك مسكة بيتك السمك. بس في هذا قاعد يضربني ما بعرف وين. اه هو في واحد هنيك والله طول بالك بس ما عم بشوف انا مشي من الرسائل عم تجيني روح للزون طول بالك ما بعرف وين الزون في معي لانش باد بس اللانش باد خطر الروبيها طول بالك في حدا على يميننا وينه يميننا نبعد شفته 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 هو هنيك واحد يم واحد في واحدين في واحد يمنا واحد. نزلته خذ 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 قذف الار بي جي هاته والله انا كل شيء ما اسوي شغله بس والله انا شكلنا راجعين بقوه على فورتنايت بدي شو اسمه خو 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 عندك مني عند اثنين ايش رايك؟ عندنا لاش باد خلنا نروح تعال بس ما بده ما بده امشي مشي او تعال 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 زبن ده زبن ده زبن خلنا نحطها من احتياطي امشي 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 تعال مشينا هنا هنا في حدا يمنا طول بالك وين انت؟ اثنين راح تعود على ذي الجزيرة لك تعال يمي خليك يمين بدنا شل كم عندك منت؟
كم منز عندك؟ عندي 2 بس. 3. في انتبه انتبه في ناس يسار لك انتبه. في هذه المقابينة. دمه ابيض. زين. خليني اضرب قوس فار بالجيب. روكيت لاونشر. روكيت لاونشر. انتبه 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 ابني ابني ايوه ابني 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 هذول صار يخففون الضغط على هذوليك الكلاب. روكيت لاونشر. وينهم مختفوا؟ روكيت لاونشر. ما تحت. ان شاء الله نوك. روكيت لاونشر. نوك. ما نزل هذا نوك لا. روكيت لاونشر. مش كذا قول والله مش كذا. عندك بس شيء يا موارد؟ طيب تمام هيك وضعنا كتير ممتاز. تعال دمهم ابيض هذول المقابلنا. نقرب شوي. تعال تعال ما بدو خلينا نطلع هيك. هذوليك الكلاب صاروا مرسبون عليه بس بعدني شوي مهدي. يا اغبي خلونا طيب مركزين على واحد وانتو بعدين. خذوا هاي كلكم انزلوا. ماني مخليهم ياخذوا. طيب لواحد جوا جوا دمه ابيض. تعال قرب قرب وراي. يلا تعال. خطير. دمجته 135. نوك يا كلب. اطلع اطلع اطلع. روح 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 قرب قرب قرب. خلص واحد منهم نوك. واحد مات خالص. ماتوا. ضلوا بس هذول ما جايبين قدامهم قليل. هذول ترى ماذا عندي قواذف؟ عندك قواذف؟ ما هاكا. لا لا ما عندي. بدك اياهم. واحد ثاني يدفع. واحد بالزول. رسبه رسبه خليك عم تضرب خليك عم تضرب. وين 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 وين؟ هذا هذا خل خلص اليوم. ابشلدون اخذ اخذ هذا السلاح. شو اسوي بيو؟ خلنا نزللهم. لازم ما عاد نزللهم. انزللهم. لا تنزل لا تنزل خليك. طلع الغبي فوقنا فوقنا صار؟ نزل نزل ما يقدر ما يقدر ما يقدر يطلع احنا سكرنا عليهم خالص. عندك رضعات طين رضعات دعك على التاني يطلع علينا من ورا. وين هو؟ جاي حمور. حفني لابوك. يلا ارمى. وليش نزل؟
حرام والله حرام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.